السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخ ناصر هذه صدقة البئر من أجل المرحومة زوينة سالم الرواحي هذه صدقة البئر من أجل المرحومة زوينة سالم الرواحي من عمان تحت الرعاية الخير كوميونيتي الحمد لله رب العالمين شكرا لكم اللهم أوصل الثواب إليها اللهم إن كانت مسنا فزد في سانها وإن كانت مسيئا فتجاوز عنها ولقها برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثها إلى جنتك والبئرنا هذا وهؤلاء الأمهات ما هذا الرجل هؤلاء الأمهات الذين تسكنين من هنا shukran lakum. Alhamdulillah, leo tumekuja kukabidhi kisima chetu hiki ambacho ni kisima nambari 54. Tuna ndoo yetu hapa na kamba. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nashukuru Mwenyezi Mungu, huduma imekamilika vizuri na kisima kina maji. Tuchote. Na hii ni sadaka kwa ajili ya almarhuma Zuena Salim Arrawahi toka Oman. Mwenyezi Mungu aweze kumghufiria dhambi zake huko aliko na Allah Subhanahu wa Ta'ala amlipe kila la kheri. Piga tusikie kama maji hapo ya kutosha. Alhamdulillah, maji yanasikika ni mengi kabisa. Chota weka kwenye ndoo, chota mingine. Hawa ndo wakina mama ambao wanaishi hapa lakini pia pembezoni mwao kama inavyoonekana kwa mbali pale ukisogeza picha kuna nyumba zipo ni za wakazi ambao pia tunategemea watakuja kutumia maji katika eneo hili Alhamdulillah Rabbil alamin nashukuru kwa Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri ambao wametoa sadaka yao hapa katika kisima chetu hiki na hiyo ni sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumlipa kila laheri huyu almarhuma الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما قبلناه هدية نازلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى المرحومين زوينة سالم الرواحي اللهم إن كانت محسنا فزد في إحسانها وإن كانت مسيئا فتجاوز عنها ولقها برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثها إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل كل من يستقي الماء في بئرنا هذا أوصل الثواب إليها اللهم اجعل كل من يستقي الماء في بئرنا هذا أوصل الثواب إليها إلى زوينة سالم الرواحي برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ماما tunashukuru kama unaviona sadaka imekamilika na kila kitu kimekaa vizuri basi tunashukuru sadaka hii aloikamilisha aloitoa hapa ni imetolewa kwa ajili ya huyo marhuma ambao ni Zuena Salimu Arrawahi shukran sana asante. Basi Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri.